أنا في الأمور الجنسية ما تطمنش، لا تفهمني تخفى خطيني لا تفهمني ولد أساسي. نهار خلط على غفلة للدار صفت على نبيها أجل قدامي اللي تنوم سكر الشباب أجل بدري الدوائر اطلع الفرش اتدك معايا تحت الفراشين. شو المنقالة شريتها جديدة؟ شو كيفاش تصعد في الظلمة؟ أنا في الأمور الجنسية ما في كبير، وصلت حتى اخترعت بوزيسيون جديدة في السكس سميتها الشريطة. تحب تجربها؟ جربها سهلة ياسر. تتمد المرأة في الفرش، تتمد انت بجنبها وتقعد تستنى تنجي. شنو بعد؟ مش تحب باقي؟ لكن هاب في تونس بركاو عقبتني واحدة شخطورة قدام الثكنة لابسة مني حتى البوليس شايرت عليها ستوب. وقفت لها ركبت بحذايا المرأة تغزر لي في غزرة يندرك فيها وتتلصق عليا ليلبني العرق وليت ما عادش نعرف نسوق. شخشف انا نهز عينيا باش ندل الطريق وهما ياخذوا حقهم. رميت يدي على جيت باش نبدل الفيتاس رميت يدي على القضاء من غير ما نشوف. قلت له سامحني مانيش بالعالم. قالت له فما حتى مشكل نجم تمشي لبعض منكره وكان تحب. قلت لها لا حدي لها شي يقول. قالت لي بربي جدك؟ قلت لها ايه جد. قالت لي مالا هبطني؟ هبطها كي وصلت لها شي يقول هبطت نتفرج على الطبيعة لقيت بقرة ترعى في الحشيش عملت معاها سيلفي وتميت مولي النبي. انا في موضوع المراه قانون نلقى بلجي اللي تحضر الزاز. سمعت كلام امي يرحمها كانت يرحمها ويوسع عليها ديما تقول هيك قولي عايش ولدي ما تتشبعش على نعيم ربي نحبك ديما اجبرها يقعد الكون اجبر. كي كنت عادي سكنت وحده وقعدت نشكر فيها الاصحاب في صاحبتي سمحه في صاحبتي قنبله في قطع متاع عمود حتى نهار شافوها معايا قالوا لي هذه القنبله اللي تحكي عليها تاني هوا فيها ما يمشي وجهها طويل كي وجه الحصان عينيها زعزين عين على من عين فمها معوز خشمها مين. قلت لهم شبيكم يا بهين اخي ما تحبوش بيكاسو؟ انا في الـ في الـ في الـ الـ الامور الجنسيه وفي المراه نرضى بالليجي نرضى بالليجي بالاخر خصوصي كيف نبدا شايف يا اخي اللي ببعوا الشراب قداش زي المراه. مره على عرس العائله شربوني الويسكي درت بنازيها بالتعلم هذه واحده عفشه مو بطل ليها حد بطش والحمل فيها ونفوس وهي تقول لي عايش ولد عمي يا اخو مخاطرك. قلت لها يا اخي ربعوا الشراب
زين عمي قداش ردك مزيان قالت لي والله شيات انا ورحمت عم عطاب لا فقه الويسكي ولا شاف في فمي سمع نخرة هبطت للحمام غسلت وخرجت المقصورة نبت انا نبرد ومن فيك كان بالتليفون نوخز بجنبي هزي قلت له خاطي سيغي لي محيك عليا هاني عزيزي لقيت روبة كيما نحلها بالضبط غالية شوية مليون وميتي بالسيف اش لحالي 50 دينار ناخذها يا روحي ولا ياسر غالي قلت له خذها يا روحي ما يغلى عليك شيء قلت لي ربي يعيشك يا حبي لنحيك عليا اسمع شيغي وانا مروحة تعديت على السيالي ريت خاف وخذلي عقلي مش غالي بالكل زوز ملايين و600 ناخذو يا عمري ولا ياسر غالي عليه قلت له خوذو يا عمري انت ما يغلى عليك شيء قالت لي ربي يفضلك يا غالي اسمع شيغي ما تفتش عليا الليلة يا عينيا باهي يا عينيا نجيك بكري وعلقت عليها لفت لي رجال تلبس تعشقون التليفون